أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل اختلف الأئمة الأربعة في مسائل العقيدة مثل الاستواء على العرش ونزول الرب عز وجل إلى السماء الدنيا؟ أما الصفات فلا أعلم خلافا بين الأئمة الأربعة فيها، بل هم جميعا على ما أجمع عليه السلف، وكلهم قد قال: من قال بخلق القرآن فهو كافر، وكلهم يقولون ما قاله الإمام مالك: الله في السماء وعلمه في كل مكان، فالله مستو على عرشه وهو معنا بعلمه سبحانه وتعالى. وكلهم يقررون في باب الصفات ما أجمع عليه السلف الصالح رضوان الله عليهم. وللأسف أن بعض أتباع المذاهب ممن خالفوا عقيدة الأئمة أولوا كلام الأئمة بما يناسب ما هم عليه، أعني المتأخرين، فبدلاً من أن يرجعوا إلى كلام الأئمة في العقيدة أصبحوا يردون كلام الأئمة إلى عقيدتهم هم، ويؤولون كلام الأئمة بما يتفق مع عقيدتهم، وذاك من مكر الشيطان بهم. ولو صدقوا الله لعلموا أن الواجب عليهم أن يرجعوا إلى القرآن والسنة وما أجمع عليه سلف الأمة وما دل عليه الأئمة الكبار المتبوعون. نعم.